تبرع بكل ثروته وعاد فقيرا. معلومات تعرفها لأول مرة عن الراجحي الملياردير السعودي. وصلت لمرحلة الصفر مرتين في حياتي، إلا أن وصول هذه المرة كان بمحض إرادتي. بهذه الكلمات أعلن رجل المال والأعمال السعودي سليمان عبد العزيز الراجحي عن عودته إلى الصفر بعد 80 عاما، بعدما تبرع بثروته للأعمال الخيرية ولأبنائه. الرجيح الذي بدأ حياته من الصفر، أو كما وصفه الإعلام بالطفل الفقير، عمل في عدة مجالات حتى بات من أثرياء المملكة، فأسس بنك الرجيح الذي انتشر في كل أنحاء العالم ليخلد اسم العائلة من البداية حتى الصعود إلى القمة. قصة الكاملة لملياردير الفقير الذي بدأ حياته من الصفر وحتى صعوده للقمة والعودة مرة أخرى لما بدأ. في 30 نوفمبر 1928 ولد الشيخ سليمان عبد العزيز الراجحي في منطقة البكيرية في المملكة العربية السعودية لأسرة فقيرة تعيش في ظروف معيشية صعبة، وكان سليمان الابن الثالث في عائلته المكونة من والديه وثلاثة أشقاء. والمعيشة السيئة للأسرة الفقيرة اضطرت والده أن يسافر خارج منطقته إلى مدينة الرياض مع 2 من أبنائه بحثا عن عمل يؤمن للعائلة قوت يومها. وبعدما نجح الوالد في الحصول على عمل مناسب، وتحديدا مع حلول 1937، انتقلت العائلة بالكامل إلى الرياض ليلتحق سليمان بالمدرسة، فأمضى فيها بعض الوقت قبل أن يهجرها بهدف العمل في التجارة. ولكن الطفل الصغير فضل العمل عن الدراسة، فعمل في السوق كحامل وحارس لبضاعة بعض البائعين، وعمل في البناء والعديد من المهن التي أكسبته خبرة في السوق. وبالطبع لم يكن الطريق أمام الشيخ سليمان مفروشا بالورود والحرير، فقد اضطر في البداية إلى العمل في عدة مهن بسيطة، فعمل حمالا للبضائع وحارسا لبعض المحلات في السوق، وشارك أيضا في أعمال البناء المختلفة. وانتهى به المطاف أخيرا في عام 1943 بافتتاح محل صغير في السوق، وأتى ببعض المنتجات من دولة البحرين ليعرف في الحي المربع بالرياض، وحتى قام ببيعه عام 1945 بهدف تسديد تكاليف زواجه، وينتقل للعمل في محل تابع لأحد إخواته. وبدأ العمل مع أخيه صالح في جدة، حيث عمل في مجال الصرافة. وخلال 10 سنوات نجح سليمان نجاحا باهرا، وذلك بسبب إخلاصه وأمانته الكبيرة، إذ كان يحرص على جلب الأمانات بنفسه من المطار خوفا من ضياعها. وخلال تلك المدة لم يكتفي بعمله في الصرافة، فتاجر بعدد من البضائع أبرزها الأقمشة ليؤسس رأس مال جيد مع أخيه. وبعدما ازدهر النشاط التجاري للأخوين قرر شراء محل صغير، وفي نهاية عام 1957 اتفقا على أن يكون المحل شراكة بينهما في الصرافة. توسع نطاق النشاط التجاري للأخوين صالح وسليمان ليشمل مجالات اقتصادية أخرى مثل قطاع البناء والعقارات، وقد ترافق ذلك مع ازدهار أعمال الصرافة، فانتشرت فروعهما في مختلف مناطق المملكة. واستمر الحال على هذا المنوال حتى عام 1971، حيث قرر الأخوان فض شراكتهما ليبدأ الراجحي مسيرة جديدة في حياته، الصعود للقمة. فبعد فض الشراكة بعام أسس سليمان شركته الخاصة، والتي حملت اسم سليمان عبد العزيز الراجحي، وعملت في مجالي الصرافة والعقارات. وخلال أعوام قليلة حقق نجاحات كبيرة بسبب شهرته في المملكة وسرعته الطيبة. وفي عام 1978 عاد الأخوان صالح وسليمان للعمل معا مرة أخرى، وأسس بالتعاون مع بقية إخوتهما شركة الراجحي للصرافة والتجارة، والتي سرعان ما انتشر في أراضي المملكة وافتتحت فروعا لها بمختلف أنحاء العالم. تطورت أعمال الشركة التجارية خلال أعوام قليلة، فامتد نشاطها إلى بلدان العالم المختلفة. وخلال تلك المدة تنقل الشيخ سليمان بين عدة بلدان أجنبية، واكتسب خبرات عديدة جراء ذلك. وبعد مرور عدة سنوات اكتشفت الراجحي مدى الحاجة لوجود بنك إسلامي تكون معاملته متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ليقترح الفكرة على إخوته ليقرروا افتتاح مصرف الراجحي. فانطلق المصرف عام 1987، وسرعان ما تطورت نشاطاته وافتتح فروعا له بمختلف مناطق المملكة، ومن ثم توسع خارجا في عدة دول مثل الكويت والأردن. عقب نجاح المصرف اتجه سليمان لقطاع الصناعات الغذائية، فأطلق عددا من المشاريع وأسس عددا من المصانع التي لعبت دورا كبيرا في الاقتصاد السعودي.
ومن جهة أخرى لم يغفل الشيخ سليمان عن العمل الخيري، وخصوصا أنه عانى الفقر المدقع خلال طفولته، فأطلق عام 2001 مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجح الخيرية التي نشطت في مجالات عديدة مثل تقديم المنح والمساعدات المادية للجمعيات الخيرية، فضلا عن دعم المؤسسات الخيرية العاملة في مجالات الصحة والدعوة والتعليم. وقبل مدة قصيرة أعلن الشيخ سليمان عن توزيع كامل ثروته المالية البالغ قدرها أكثر من 7 مليارات دولار على أولاده، بحيث يحصلون على ثلثها، فيما يكون الثلثان الباقيان ملكا لشركة سليمان الراجح للأوقاف. وكتب الراجح في وصيته أنه لا يريد أن يقام له عزاء بعد موته، وأن يتم التبرع بكل ذلك للجمعيات الخيرية. اليوم لم يعد الراجح من أثرياء المملكة، إلا أنه كسب احترام الجميع بزهده في الحياة ونهوضه من الصفر إلى القمة وإكمال حياته كما بدأها. وبهذا يكون الشيخ سليمان الراجح قد قدم نموذجا راقيا لرجل الأعمال الذي يفضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.